وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن الموضوعات المهمة والجميلة والمفرحة. النهاردة هنتكلم عن الأحلام الدالة على أخبار سارة في المنام. من الأشياء الجميلة جدا يا جماعة الخير لما الإنسان يكون مثلا محتاج يفرح وتأتيه رؤية تدل على خبر سار قادم إليه، من الأشياء الجميلة جدا جدا جدا. أول رؤية معنا وهي رؤية الحمام أعزكم الله، وهو نظيف جدا ورائحته طيبة. هذه الرؤية جميلة جدا تدل على سماع خبر سار في الفترة القادمة. رؤية البنت العزباء أنها تشاهد التلفاز وأنها فرحانة في المنام. يا سلام بقى لما تشوف كمان أن هي بتتفرج على نفسها في التلفزيون أن هي بطلة فيلم أو بطلة مسلسل. رؤية دي وإن كانت بتدل على تحقيق أمنية ولكن تدل على سماع خبر صار مفرح في الفترة القادمة إن شاء الله. رؤية الرجل أنه ينظر من النافذة أو من الشباك. هذه الرؤية تدل على خبر صار له في الفترة القادمة. من الأشياء الجميلة جدا رؤية المكتب، زي المكتب اللي أنا بسجل عليه دلوقتي ده قاعد قدامه. بالنسبة للبنت العزباء رؤية جميلة جدا تدل على سماع الخبر الصار إن شاء الله تبارك وتعالى. من الرؤى الجيدة جدا في قضية الأخبار السارة رؤية رجل غريب أنا لا أعرفه في المنام ولكنه وسيم وجميل. هذه الرؤية تبشرني بخبر سار في الفترة القادمة. الحذاء الأزرق له علاقة بالخبر السار لا سيما ارتداؤه، فارتداء الحذاء الأزرق في المنام رؤية لها علاقة بالخبر السار في الفترة القادمة. رؤية اللي بعد كده وهي رؤية قميص النوم بالنسبة للبنت العزباء رؤية لها علاقة بالخبر السار في الفترة القادمة. رؤية اللي لها علاقة بالاستقرار والأمان والخبر السار حاجة كتير جدا، زي رؤية الأم المتوفية أنها تعود للحياة مرة أخرى، فهذه الرؤية جميلة جدا تدل على الخبر السار. من الرؤى الجيدة جدا التي تدل على الخبر السار وإن كانت في عمومها تدل على الرزق صيد السمك، ولكن للبنت العزباء تحديدا هذه الرؤية تدل على سماع خبر سار إن شاء الله تبارك وتعالى لها في الفترة المقبلة. تظلون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.